مرحبا بكم أحبائي المشاهدين في كل مكان في العالم، من برنامجكم يعود فيحيينا. النهاردة في إحياء وفي حياة، واحدة من أهم مقومات الحياة في كلمة الله هي كلمة الله. أدركها بولس قديما عندما قال وصرح هذا الإعلان، قال للرب يسوع: إلى من يا رب نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك. فالنهاردة من خلال كلمة الرب في حياة هتوصلك، في إعلان خاص جديد هيوصلك، ونثق أن تكون حلقة مميزة باسم الرب يسوع، ونقلة لحياة كل مشاهد واسترداد لنفوس كتيرة باسم الرب يسوع المسيح. لكن بصراحة العنوان جميل جدا، وعنوان احتياج واقعي وحقيقي. عنوان حلقتنا الجميلة النهاردة عن إله التعويضات في أصعب الأوقات. يا سلام، وقت بنمر بيه صعب، لكن في إله عظيم يعرف يسترد ويعرف يعوض، وده اللي الرب وعدنا بالروح القدس هيعمله النهارده. عشان كده في إعلان خاص ليك، في تعويضات إلهية لو مشيت على الخريطة اللي الرب هيقدمها ليك النهارده. أنا فرحان جدا بشكل شخصي لأني شاعر بحضور الرب بقوة، ورب هيبعت كلمات خاصة جدا تعمل نقلات روحية في حياتك. ولو أنت بعيد عن الرب خليك واثق، اسمعنا، اسمع الرب النهارده واسمع رسالته اللي هيقدمها لك. هيمسك الرب بإيدك ويديلك حياة باسم الرب يسوع. فرحان جدا بشكل شخصي ومسرور جدا جدا يكون معانا النهارده رجل من رجال الله مستخدمين بكل قوة، إيد الرب عليهم بقوة. الرب مستخدمه في أماكن كتير جدا، وفي كنيسته اللي بيرعاها، القسيس رفعت مجدي راعي الكنيسة الرسولية في بخوم، وأيضا مدرس بكلية اللاهوت الرسولية فرع أسيوط. برحب بيك جناب القسيس، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك أخباه، ومبسوط أن أكون معاك أنت وأخويا رضا. صدق أن الرب هيدينا وقت مبارك، أمين. وقت رائع مليان بالحضور الإلهي في اسم الرب يسوع. أمين جناب القسيس. كمان نرحب بالغالي على قلب الرب وعلى قلب كل المشاهدين، المسبح ذات الطابع المميز المليان بكلمة الله، اللي بيحب كلمة رب جدا، أخويا الغالي على قلبي رضا لبيب. أهلا بيك يا أخي رضا، ربنا يباركك. أهلا بيك يا رجل الله سعيد، وعندي إيمان الرب يدينا كلمات بالروح القدس اسم يسوع لناس عندها احتياج. مبسوط أكون معاك ومع الأساس رفعت، رب يدينا وقت طيب باسم يسوع. عندنا إيمان الرب يعمل حاجة مختلفة لكل مشاهد ومشاهدة. حلقة مش صدفة، لكن الرب مرتبها في حاجة حقيقية هتوصل لكل مشاهد ومشاهدة. إيه رأيك جناب الأساس نبدأ حلقتنا الحلوة دي بترنيمة حلوة مع جناب الفاضل أخويا رضا لبيب؟ كلنا جايين نتعلم من إله عظيم معلم، تعالوا نقول له أنا مستنيك يا أعظم معلم. أنا مستنيك يا أعظم معلم، أنا مستنيك، أنا عايز أتعلم. أنا مستنيك يا أعظم معلم، أنا مستنيك، أنا عايز أتعلم. أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك يا إلهي تعالى. أنا مستنيك تنظر لي الحال، أنا مستنيك يا إلهي تعالى، أنا مستنيك تنظر لي الحال. أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا. هو وحده أنا مستنيك يا حبيبي لوحدك، أنا مستنيك توفي لي بوعدك، أنا مستنيك يا حبيبي لوحدك، أنا مستنيك توفي لي بوعدك، أنا مستنيك ورجايا فيك. أيوة أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك. أنا مستنيك يا فايض بخيرك، أنا مستنيك مش عايز غيرك،
أنا مستنيك يا فايض بخيرك، أنا مستنيك مش عايز غيرك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك كرامة لجروحك، أنا مستنيك تملاني بروحك، أنا مستنيك كرامة لجروحك، أنا مستنيك تملاني بروحك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك رب الأرباب، أنا مستنيك تفتح لي الباب، أنا مستنيك رب الأرباب، أنا مستنيك تفتح لي الباب، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك. وطالما أنت مستني لا تغزى أبدا. يمكن في ناس مستنية الرب وجه الوقت النهاردة باسم الرب يسوع يضمك الرب ويحقق وعده ليك في اسم الرب يسوع. في كلام خاص جدا صدق، مش قاعد صدفة، لكن في إعلان يخترق قلبك، وكلمة الرب زي ما بدأنا الحلقة تغير وتدي لك إحياء. أنا مبهور بالإعلان والعنوان الجميل اللي الرب اداه جناب أسيس رفعت عن إله التعويضات في أصعب الأوقات. بصراحة عنوان جميل ومش هنشوف فيه تضاد، بالعكس يمكن عند البعض يقول لك إزاي في أصعب الأوقات في إله التعويضات. الحقيقة هو موجود، بس كان نفسي جناب القسيس اللي الروح القدس صقلك بيه العنوان الجميل ده، نفسي نوضح للمشاهدين ايه فكرة العنوان. فكرة العنوان إله التعويضات في أصعب الأوقات. أنا أعتقد أنك تتفق معي أن مفيش وقت صعب بيمر بيه الجنس البشري قد الوقت اللي احنا فيه. صحيح. بس وقت العصيب ده والوقت اللي صعب تلاقي فيه تعويضات من الرب، وأحسن ما في إلهنا نتفرج عليه في وقت الأزمات وفي وقت الضيقات وفي وقت الأزمة، تتفرج على إله التعويضات. يعني لما يبقى لسان حالنا تتغسل الشباك وخلاص يدب فينا اليأس والفشل ونقول إن قد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، يجي الرب في الوقت دول. فدايما الرب بنشوفه ممكن ما يجيش في الهزيع الأول أو في الهزيع الثاني أو في الثالث، لكن مؤكد إن بيجي في الهزيع الرابع اللي هو في أحلك سواد الليل. فأنا متأكد في الوقت اللي صعب دوا اللي بتمر بيه واللي مروا بيه رجال الله، هو ده وقت التعويض اللي بيبقى من إيد الرب. فإمدادات الله وتعويضات الله بتأتي في أوقات حرجة. يا سلام، أمين في اسم الرب يسوع. يمكن البعض من المشاهدين في أوقات حرجة جدا، ولو انت قاعد في وقت حرج اعرف ان في لمسات وفي معونه من الرب ليك. عشان كده عايز تقرا معايا من سفر ايوب الشاهد اللي الرب اداه القسيس رفعت مجدي. من سفر ايوب اصحاح 42 هنقرا من عدد 10. لو معاك كتاب مقدس شجعك هات وطلع واقرا معانا. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. ورد الرب سبي ايوب لما صلى لاجل اصحابه، وزاد الرب على كل ما كان لايوب ضعفا، فجاء اليه كل اخوته وكل أخواته وكل معارفه من قبل، وأكلوا معه خبزا في بيته، ورسله وعزوه عن كل الشر الذي جلبه الرب عليه، وأعطاه كل منهم قصيطة واحدة وكل واحد قرطا من ذهب. وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه، وكان له 14,000 من الغنم، و6,000 من الأبل، و1,000 فدان من البقر، و1,000 أتان، وكان له 7 بنين و3 بنات. وسمى اسم الأولى يميمة، واسم الثانية قصيعة، واسم الثالثة قرنها فوق. ولم توجد نساء جميلات كبنات أيوب في كل الأرض،
وأعطهن أبوهن ميراثا بين إخوتهن. وعاش أيوب بعد هذا 140 سنة ورأى بنيه وبني بنيه إلى 4 أجيال، ثم مات أيوب شيخا وشبعان الأيام. آمين آمين. جناب الأسيس، حضرتك وضحت لنا العنوان وقلنا ما فيش وقت صعب إلا ما بنشوف فيه إله التعويضات، لكن أنا عارف طبعا الشخصية المحورية هي أيوب، لكن هل في كلمة الله في شخصيات الرب عوضهم أو الرب إداهم تعويض قوي جدا في وقت صعب وفي وقت عصيب؟ هو حقيقي الكتاب المقدس مليء بالشخصيات اللي عوضها الرب، يعني من التكوين للرؤية دايما بنشوف شخصيات كتيرة جدا بيعوضهم الرب وبيفاجئهم الرب وفي أوقات صعبة. فممكن نمر مرور سريع وناخد يعني 3 شخصيات يعني على الأقل عوضهم الرب في أوقات صعبة. في البداية قبل ما نتكلم عن الشخصية الرئيسية، فعندنا أول في أول سفر، في سفر التكوين أصحاح 4:25، ده كان أول تعويض لآدم وحواء. وكلنا عارفين يعني أن لما آدم وحواء طردوا من الجنة وكان معاهم ولدين، الولد قايين وهابيل. وقام قايين على أخوه هابيل وقتله في الوقت دوا، يعني دي حادثة مأساوية للجنس البشري كله طبعا. خيم على البيت وعلى آدم وحواء حالة من الحزن. هل ينفع الولد الأول فقد بالموت والولد الثاني فقد بالهروب؟ هل ينفع الرب يعوض بيت زي دوا؟ لكن يقول في تكوين 4:25، وعرف آدم امرأته أيضا فولدت ابنا ودعت اسمه شيسا، قائلة لأن الله قد وضع لي نسلا آخر عوضا عن هابيل. فالرب عوضها بولد اللي هو شيس، وشيس معناه عوض أو تعويض. فأنا متأكد النهاردة إذا كان في حادثة أو أمر بتمر بيه، الله عنده زمان اسمه زمان التعويض، وقال أعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد. لكن كمان عندنا شخصية تاني في سفر التكوين 29:31، الشخصية دي اللي هي ليئة. اتحرمت ليئة من أب حلو، اتحرمت كمان من زوج حلو، زوجها ما كانش بيحبها، اتحرمت كمان ليئة من شكل حلو، كانت عينيها ضعيفة وشكلها مش حلو. هل ينفع الرب يعوض واحدة زي كده؟ يقول الكتاب في تكوين 29:31، ورأى الرب إن ليئة مكروهة ففتح رحمها. ده كان التعويض الإلهي، الرب فتح رحمها واداها ولد ورا الثاني ورا الثالث، ما سيبهاش إلا مع الابن الرابع اللي هو يهوذا، هو بيحول الأنين اللي في حياتها إلى حمد وتسبيح. لما قالت هوذا المرة أحمد الرب، جابت 4 أولاد وكل ولد كان يعني ناخد منه درس. الولد الأول رأوبين، وقالت هتسميه رأوبين، قالت لأن الرب قد نظر إلى مزلتي. فعايز أقول النهاردة ربنا شايف، وربنا شايف المزلة اللي انت بتجتاز فيها. انا معرفش ايه المزلة اللي انت بتمر بيها، سرير المرض ارض مزلة، احتياج مادي ارض مزلة، باب مكفول ارض مزلة، لكن الرب النهاردة لو انت في ارض المزلة تاخد الوعد ده من الرب، بيقول اذللتك ولا اذلك ثانية. هل تصدق ان الله النهاردة نوى ينهي فترة المزلة اللي في حياتك ويبدأ معاك الفترة القادمة بفترة تعويضات رهيبة؟ مين يقول له النهاردة ونصليها فرحنا كالأيام التي فيها أزللتنا وكالسنين التي رأينا فيها شر؟ لكن كمان الولد الثاني سمت أول ولد رأوبين، وقالت لأني الرب قد نظر إلى مزلتي. بعديها جابت الولد الثاني وراحت سمته شمعون، وقالت إن الرب قد سمع إني مكروهة. فالرب شايف والرب الثاني سامع سامع. وعايز أقول لك النهاردة ربنا شايف وربنا سامع اللي انت بتجتاز فيه. زمان الرب شاف شعب بني إسرائيل في حالة من الذل، يقول الكلام ده إني رأيت مزلة شعبي
سمعت صراخهم، علمت أوجاعهم، فنزلت لإنقاذهم. فأنا متأكد أن الرب النهاردة مش صدفة أبداً أنك بتسمع الحلقة دي، لكن الرب هيتحرك ليك بإنقاذ سريع، والروح القدس يوصل ليك وانت في مكانك. الله النهاردة ينقذك، ينقذك، وده يبقى تعويض إلهي. عايز أقرأ آية من قلبي يعني للمشاهد في أرمية 39 عدد 17. أرمية 39 عدد 17 بيقول الإعلان الرائع ده: ولكنني أنقذك في ذلك اليوم، يقول الرب، فلا تسلم ليد الناس الذين أنت خائف منهم. الرب النهاردة بيقول الكلام ده: لكنني أنقذك في ذلك اليوم، يقول الرب، فلا تسلم ليد الناس الذين أنت خائف منهم، بل إنما أنجيك نجاة. فليك نجاة النهاردة من عند الرب، فلا تسقط بالسيف، بل تكون لك نفسك غنيمة. ليه؟ لأنك توكلت علي، يقول الرب. فعايز أقول لك النهاردة، سلم للرب واتكل على الرب، وقول مع كاتب المزمور، مزمور 11: على الرب توكلت، كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور، هوذا الأشرار يمدون القوس، فوقوا في السهم الوتري ليرموا في الدجى مستقيمي القلوب. لكن يقول كده: إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه. عايز أقول النهاردة، الولد الأول ربنا شايف نظر، والولد الثاني اللي هو شمعون ربنا سمع، وربنا شايف وربنا حاسس وربنا سامع. يعني في آية نفسي أقولها، بيقول كده إن في كل ضيقهم يتضايق. فربنا بيتضايق يا خبهاء للضيقة بتاعتنا، يتوجع لوجعنا، يتألم لألمنا. الرب بيتضايق، لكن يا رب تتضايق وتقف ساكت؟ قال لا، في كل ضيقهم يتضايق، وبعديها ملاك حضرته يخلصهم. فليك خلاص وليك نجاة. وجابت الولد رقم 3 ولي أو راح تسمته لاوي، وقالت: الآن هذه المرة يقترن بي رجلي. وبعديها جابت الولد اللي هو رقم 4 يهوذا، وقالت: هوذا المرة أحمد الرب، لقد تحول الأنين اللي في حياتها إلى حمد وإلى تسبيح، وعوضها الرب. يعني ليه أعوضها تعويض كبير؟ ده جي منها لاوي اللي طلع منه سبط الكهنوت، اللي طلع منه هارون، وجابت كمان الولد الأخير يهوذا اللي طلع منه الملك. يعني من ليئة، من نسلة حسب الجسد، جاء المسيح، جاء المسيح. فده أعظم تعويض، أعظم تعويض. رأى الرب إن ليئة مكروهة ففتح رحمها. يمكن النهاردة تكون حاسس إنك مكروه أو منبوذة أو أقرب مليك بيكرهك، لكن في تعويض إلهي. وعلى فكرة الرب في معاملاته غريب جدا. يعني مرة حنة أم صمائيل، في مرة من المرات سمح الرب إن يتقفل قلب الزوج، إن يغلق الرحم، اتقفل الرحم. طب أبغلق الرب رحمها، طب يا رب هتعمل إيه؟ التعويض الإلهي يقول إن فتح قلب زوجها. فما أعجب هذا الإله، عندما أغلق قلب الزوج فتح الرحم، وعندما أغلق الرحم فتح قلب الزوج. فهو إله التعويضات، لما بيمنع بيمنح، ولما بيكفي الباب بيفتح آخر، ولما بياخد شيء بيعطي عوضا عنه. لكن أول شخصية قلنا عوضها الرب آدم وحواء، الشخصية الثانية اللي هي ليئة. الشخصية رقم 3 اللي هو ناخد شخصية في العهد الجديد، مين؟ الرسول بولس. نعم. رسول بولس في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 11 عدد 32، وحقيقي الرسول بولس فيه تعويضات كتيرة جدا. نعم. في حياته، بس المشهد دوا أنا يعني حقيقي بتأثر بيه جدا. طب إيه رأيك جناب القسيس؟ أنا شاعر إن في المشهد ده حضرتك بتقول في رسالة خاصة الرب هيوصلها للناس دلوقتي بتسمعنا، وفي كمان ناس هتيجي تفتح شاشة الكرمة فأنا مش عايز الإعلان ده
يعد كده إلا ما نسمع ترنيمة ونرجع تاني للحتة دي، لأن أنا أثق وحضرتك بتقولها شاعر جوه قلبي فيه حاجات حقيقية الرب يرسلها من خلال الإعلان اللي جاي ده. أمين. في اسم الرب يسوع. تتفق معايا في كده شاعر بنفس الشعور كده. ده الرب من خلالك يتكلم كلمات خاصة، بس بعد ما نسمع الترنيمة العظيمة دي اللي الرب يكون فيها. أمين. عايز أقول مع الكلام اللي بنسمعه مع حضراتكم إنه الرب في ظهرك سند ليك، أنا سندك وسط الأزمات ويعوض عن اللي فات، ده إله المستحيلات. اوعى تنسى اني معاك طول اليوم، عيني بتراك. اوعى تنسى اني معاك طول اليوم، عيني بتراك. ما اشتاق يا ابني على كفي، علشان كده يا ابني ما تخافش، ما تخافش، ما تخافش، في وعودي ليك انا ما رجعش، في وعودي ليك انا ما رجعش. وعدت يا ابني احمي خوفك سلامي لي، وعدت يا ابني احمي خوفك سلامي لي، وضعف نعمتي تكفي، وفي مرضك انا اللي شفي، وفي ضعف نعمتي تكفي، وفي مرضك انا اللي شفي. ما تخافش، ما تخافش، وعودي لي انا ما رجعش. انا سندك وسط الازمات، انا رفعك فوق الضيقات. انا سندك وسط الازمات، انا رفعك فوق الضيقات. وعوض عن اللي فات، ما انا اله المستحيلات. امين. استناني مع الأحباب، أنا جاي لك على الساحة، استناني مع الأحباب. هنسيك أرض الأتعاب، تلقى الراحة في بيت الآب. هنسيك أرض الأتعاب، تلقى الراحة بيت الآب. ما تخافش، ما تخافش، وعودي ليك أنا ما رجعش. وعودي ليك أنا، أنا سندك وسط الأزمات، أنا رفعك فوق الضيقات. أنا سندك وسط الأزمات، رفع فوق الضيقات. وعوض عن اللي فات، أنا إله المستحيلات. وعوض عن اللي فات، أنا إله المستحيلات. ما تخافش، ما تخافش، وعودي لي
أنا مرجعش في وعودي لي أنا مرجعش. ما تخافش بيوعدك الرب، بيقولك مهما كانت ظروفك يمكن في مأزق صعب، والكلام ده بالنسبة لك بتقيسه طبقا للمشكلة اللي عندك وتقول ازاي، لا الرب بيقولك ما تخافش. وفي تعويضات بتحسبها بالمنطق وبتحسبها بالمشكلة وحجم المشكلة اللي انت فيها، لكن وعد الرب ليك النهاردة بيقولك وبيقولك ما تخافش، في إله عظيم في أصعب الأوقات هيعوضك. لكن تعالوا نرجع تاني مع جناب القسيس رفعت وبيقول لنا على الشخصية الثالثة اللي الرب عوضها في ضيق صعب جدا. يعني قلنا أول شخصية عوضها الرب آدم وحواء، عطاهم ولد اللي هو اسمه شيس ومعناه عوض. الشخصية الثانية ليئة، لما رأى الرب إن ليئة مكروهة فتح رحمها واداها 4 أولاد. لكن الشخصية الثالثة في العهد الجديد اللي هو الرسول بولس في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 11 عدد 32. وحقيقي يعني الرسول بولس في المشهد ده يصعب على أي حد. يعني كان مرة وهو في دمشق وهو موجود في مدينة دمشق، فوالي الحارس كان عايزين يمسكوا بولس ويقبضوا عليه، فيعملوا إيه الإخوة؟ كل اللي عملوه راحوا حطوا بولس في زنبيل، صحيح ويعني سبت، وراحوا طبقوه في سبت أو في جفة وراحوا منزلينه ومدليينه من على السور. وبعدين لما تبص على المشهد ده يصعب عليه، صعب يعني يا رب الخادم بتاعك اللي بيخدمك ليه تسمح لي ان ينزل النزلة المهينة دي؟ ليه يا رب تسمح لبولس ينزل النزلة المشينة؟ ما انت ممكن كنت بعت له ملاك زي بطرس لما طلعه من السجن، او زي ما عمل مع فيلبس روح الرب خطفه. ليه تسمح لبولس ينزل النزلة دي وتزعل جدا وانت بتقرأ الشاهد الكتابي ده؟ صحيح. لكن يجي الأصحاح اللي بعده ملوش علاقة بالقصة، يقول إن الرسول بولس اختطف إلى السماء الثالثة، وكأن الروح القدس يقول يا أخ يا زعلان بولس الرسول نزل قديه؟ يقول له نزل دور أو اثنين أو ثلاثة. يقول له أنا رفعته قديه؟ رفع الرب رفعة ما حدش اترفعها، اختطف إلى السماء الثالثة. فعايز أقول لك الله هيرفعك وهيعوضك من ورا الأمور اللي انت بتجتاز بيها، حتى لو الناس اللي حواليك بيتآمروا ضدك، لكن الرب هيرفعك رفعة غير عادية، وسيغزى ويخجل جميع المختصين عليك، وكل آلة صورة ضدك لا تنجح. الله هيعوضك، والرب عنده زمان اسمه زمان التعويضات. يعني بيقول كده في أشعياء 61 عدد 3، نفسي تسمع الوعد ده، يقول له أعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. فالرب النهاردة يبدل الرماد بجمال، ويبدل النهاردة النوح بفرح. فالحلقة دي مصدق باسم الرب يسوع المسيح ان في بيوت فيها نوح وفيها حزنة واتقلبت لحزن، الرب يعوضهم ويبدل النوح الى فرح، والنهاردة الروح اليائسة تتبدل الى رداء تسبيح. ويعني زي الوعد اللي معروف ومشهور في يوئيل 2:25 لما بيقول اعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد. بس قبل يعني العدد اللي قبليها في يوئيل 2:24 بيقول كده، تمتلئ البياضر حنطة وتفيض حياض المعاصر خمرا وزيتا. ربنا عنده حنطة، وربنا عنده خمرة، وربنا عنده زيت. الرب عنده حنطة تشبع، الحنطة اللي هي كلمة الله تشبع النهاردة. ارجع للكلمة النهاردة وابدأ قلب في الكلمة، لو حاسس ان جواك جوع روحي ارجع للكلمة. رب كمان عنده خمر، الخمر اللي هو فرح، اشارة للفرح. في ناس بتسمعنا وتقول لك كده يا اخي بهاء يا اخي رضا، لو تيجي تزور بيتنا النهاردة، البيت مقلوب الى جحيم، البيت ما دخلتوش الفرحة. لكن انا متأكد ان النهاردة باسم الرب يسوع المسيح ان الرب يزور البيوت دي زيارة افراح، زيارة افراح النهاردة ليك ولقلبك الحزين. لكن كمان تمتلئ البياض الحنطة
وكمان وتفيض حياض المعاصر خمرا وزيتا. الزيت دوه إشارة إلى الروح القدس. أنا بصلي أن الرب يزيتها معانا في الأيام دي، وأن الرب يصب علينا الزيت. أول مرة تيجي كلمة الزيت في سفر التكوين أصحاح 28 لما يعقوب صب زيت على العمود، والزيت إشارة إلى الروح القدس. عارف لو العملية ما فيهاش زيت والمكان تلاقي الطروس مش ماشية، يعني الباب اللي ورا الكاميرات دوة، يعني تلاقي أن مثلا لما تيجي تفتح المفصلات لو ما فيش عليها زيت الباب يعمل إيه؟ زيك مش حامل بعضيه. لكن كمان البيت اللي ما فيهوش زيت، لا الزوج طيق الزوجة ولا الأب طيق الأولاد، لكن أنا بصلي أن ربنا يملى المصابيح بتاعتنا مرة تاني بالزيت، ويجي بتعويض وزيارات إلهية النهاردة لكل اللي بيسمعونا. أمين يا جماعة. يعني أنا وأنا بسمع حضرتك بشعر ببهجة وأمل، لأنه في ناس بصدق قاعدة، يعني الفترة اللي فاتت رحت كام زيارة كده وكان لسان حال الناس خلاص وربنا مش سامعنا، لكن النهاردة التعويض جاي. حتى يعني ان كل ان انا اسمع ان ربنا سامع وانا في الازمه، احيانا الناس تقول لك لا مش معقول ربنا، يعني مشكلتي صعبه فين؟ بس لو ننتظر، لو نتأنى والرب جاي بتعويضات سماويه. مشكلتنا مش عارف تتفق مع حضرتك كده ولا لا، ان احنا عايزين التعويض بسرعه، عايزين التعويض فوري. لكن في وقت كان لليئه، وفي وقت كان لادم وحواء، وكان كمان في وقت لمين؟ لبولس. أنا بصلي الرب يدينا الصبر ده باسم الرب يسوع المسيح. نسمع ترنيمة من أخويا رضا. في تعويض في تجربك، الرب جاي لكل تجربة أنت بتمر بيها ويقول لك هتشوفني. تعالوا نرنم الترنيمة المعروفة الجميلة. أيوة شفتك في الأمان وقت لما عدوي قام، أيوة شفتك في الأمام وقت لما عدوي قام، كنت فاكرك مش معايا وانت ماسك الزمام، أنا كنت فاكرك مش معايا وانت ماسك الزمام. أيوة شفتك في التجارب وانت بتدرب نحارب، أيوة شفتك في التجارب وانت بتدرب نحارب، كنت خايف من نهاية شفتك الأسد اللي غالب، أنا كنت خايف من نهاية شفتك الأسد اللي غالب، أيوة شفتك في انحنائي وانت بتشكل العون اللي باقي، كنت فاكرك مش دوايا شفتك العون اللي باقي، أيوة شفتك في الأمام وقت لما عدوي قام، أيوة شفتك وقت لما عدوي قام، كنت فاكرك مش معايا وانت ماسك الزمام، انا كنت فاكرك مش معايا وانت ماسك الزمام، ايوه شفتك وسط ضعفي وانت بتداوي وتشفي، ايوه شفتك وانت بتداوي وتشفي، كنت بسأل عالحماية
صوتي أيوه كنت بسأل على الحماية وانت بتحارب في صفي أيوه شفتك في انكساري وانت بتغير مصاري أيوه شفتك في انكساري وانت بتغير مصاري كنت شاكك في العناية وانت بترد اعتبار كنت شاكك في العناية وانت بترد اعتبار وانت بترد اعتبار ربي يبارك اخويا رضا هيرد اعتبارك وفي وقت كمان لاسترداد الاعتبار هيعرف يعملها الرب كويس ياللي مهان ياللي بتقول حقي هدر لكن الرب في هذه الحلقه بيقول لك هرد اعتبارك هرد اعتبارك وعندنا ايمان كن الرب بيصنع جذور حقيقيه من خلال هذه الحلقه يديك الرب هدوء وطمانينه وسلام لكن خلوني ارجع تاني مع جناب القسيس رفعت فرحانين بكل اعلان الرب بيدوله جناب القسيس لكل المشاهدين عندي احساس عميق ان في الرب لمس قلوب ناس وادى قوه لناس تجدد قواها لان منتظر رب يجددون قوه يرفعون اجنحه كالنسور لكن حضرتك يعني قلت لنا كمان وزي ما قرينا في الاول الشخصيه المحوريه بتاعتنا عن سفر ايوب او عن ايوب وما اعتقدش ان يعني في بيت ما يسمعش عن ايوب ولا حتى واحد ما قالش يا صبر ايوب بالدارج يعني وكمان في رساله يعقوب قال لنا وقد سمعتم بصبر ايوب ورايتم عاقبه الرب له فعايزين نعرف ايه التجارب او ايه المصاعب اللي مر بها ايوب في لمحات يعني التجارب اللي مر بيها أيوب نعم أيوب لما نقرأ أصحاح واحد الكوارث مرة واحدة زي ما بيقولوا إن الكوارث لا تأتي فرادة لكن نلاقي إن أيوب مر بثلاث تجارب مر بتجربة مادية ومر بتجربة عاطفية ومر بتجربة جسمانية مر أيوب بثلاث تجارب تجربة مادية خد منك جدية أيوب لما نحسب كل الممتلكات بتاعته اللي خدها البقر والغنم والجمال والأوتن مرة حسبتها بلغة الأيام دي طلعت ب150 مليون بالمصري يعني تخيل زي ما بيقولوا كده واحد قاعد في أمان الله ويجوا يقولوا له أيوب كل ممتلكاتك ضاعت كل ممتلكاتك راحت فكانت تجربة مادية صعبة جدا كانت تجربة مادية صعبة صحيح. يعني في الوقت ده لو خدنا بعضينا ونقول زي بعضه نروح نقف مع أيوب ونعزي أيوب نقول له أيوب معلش ربنا يعوضك في أولادك وأولادك بالدنيا كلها تيجي بعديها التجربة العاطفية كان عنده 10 أولاد وفي يوم في نفس اليوم يسمع خبر أن أولاده 10 وهم في البيت أن البيت تضرب الرياح يجع عليهم يطلع من بيت أيوب 10 صناديق في يوم واحد صعب جدا صعب جدا خبها الأيام اللي مضت لما بسبب أزمة كورونا لما كنا نسمع أن بيت مات فيه 2 كان الموضوع يبقى صعب لكن دوا طالع من بيته 10 صناديق يعني مش عارفين يبكي على مين ولا يبكي على مين فيهم الموضوع صعب والتجربة عاطفية هل أيوب اتأثر عاطفيا؟ نعم ومن منا لا يتأثر عاطفيا يقول الكتاب أن مزق جبته وجز شعر رأسه وسجد أنا مش عارف سجدت بعد كل ده يا أيوب الرجل دوا أحب الرب في الصحة وفي الوسع زي ما أحب الرب في الضيق سجد وقال كده كلمات ما أروعها كلمات الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا وفي الوقت ده يعني دي كانت تجربة عاطفية صعبة جدا صحيح. يعني أنا كجسيس في الوقت ده ولو قالوا لي تعال نروح نعزي أيوب هقول لهم ما أقدرش ما أقدر أعزيه أقول له إيه ده لسه واخد الممتلكات وأولاده 10 لسه طالعين في صندوق يعني طالعين مرة واحدة أعزيه أقول له إيه بس يمكن حد يكون أكتر جراءة زيك أخ بهاء والأخ رضا ياخد بعضيه ويروح لأيوب يقول له أيوب معلش صحتك بالدنيا كلها بعديها على طول تيجي التجربة جسمانية الصحة بتاعته تروح اتضرب بقرح رضيع زي سرطان بلغة الأيام دي ويترمي في التراب ويجيب شكفة يحتك بيها وأكيد الشيطان يروح يحاربه
زي ما بيحارب المشاهد وبيحارب ناس كتير ويقول له انت يا ايوب اللي كنت يا ما هنا يا ما هناك عندك غنم وعندك ممتلكات وعندك عبيد، وصل بيك الحال للدرجات دي يا ايوب؟ يوصل بيك ومراته المفروض تقف معاه في الوقت صحيح. ده راحت قالت له انت لسه قاعد تبارك ربنا، روح العن الله وموت. قال لها يا زوجتي العزيزة يا شريكة حياتي تتكلمين كإحدى الجهلاء، الخير نقبل من عند الرب والشر لا نقبل، الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. الأصدقاء بتوعه كانوا معزون متعبون، فدي أزمات وتجارب صعبة. هل ينفع ربنا يعوض واحد زي كده يا أخبها؟ ينفع الرب يعوضه؟ يعني يعوض، يقول الكتاب في عدد أيوب 42 عدد 10 ورد الرب سبي أيوب. بس عايز أقول لك كانت تجارب صعبة جدا بس قدر يشوف الرب في التجربة. ومرات كتير يعني مش بنقدر نشوف الرب في التجربة، يعني حقيقي سفر أيوب يعتبر هو أقدم سفر أقدم سفر، وبيكلمنا كمان عن يعني قبل اتكتب قبل سفر التكوين، وبيكلمنا عن أقدم مشكلة بيسألها الجنس البشري وأعقد مشكلة، وهي مشكلة الألم. مشكلة الألم، لماذا يتألم البشر بصفة عامة ولماذا يتألم الأتقياء بصفة خاصة؟ ويمكن ده اللي قاعد بيسأله المشاهد، ليه ربنا بيسمح بالألم؟ ليه ربنا بيسمح بالضيق؟ ليه ربنا بيسمح بالتجارب؟ ليه يا رب بتدخلنا في تجربة ورا التانية ورا التالتة؟ ليه ربنا سامح بالكوارث والأمور اللي بتحصل ده؟ وده اللي الكل بيسأله، ليه الرب يسمح للفتية التلاتة إنهم يترموا في الأتون؟ عشان هناك يشوفوا الرابع شبيه بابن الآلهة. فعايز أقول أهلا وسهلا ومرحبا بالأتون اللي هيخلينا نحط إيدينا في إيدين الرابع. ليه ربنا يسمح لدانيال أن يترمي في جب الأسود؟ ليه الرب يسمح لبولس أنه يدخل السجن؟ ليه الرب يسمح لبطرس يترمي في السجن؟ ليه الرب يسمح لتيمساوس بأمراض وأسقام كثيرة؟ ليه الرب يسمح ليوحنا الحبيب أن يتنفي في جزيرة بطمس ويقول الإعلان ده أنا أخوكم وشريككم في الضيقة؟ ليه يا رب تسمح لاستفانوس بالرجم؟ وده السؤال، ليه ربنا بيسمح بالألم؟ ليه ربنا بيسمح بالضيق؟ أحبائي هناك سياسة إلهية، وما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. بس عايز أقول حاجة، أنا بتكلم عن الألم اللي بحسب مشيئة الله. أيوة. الألم اللي بحسب مشيئة صحيح. الله، لأن في تجارب مش بتكون بيكون سببها الإنسان صح. وسببها الشيطان، بيقول عنها في رسالة يعقوب لا يأكل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. فعايز أقول أنا بتكلم على الألم اللي بحسب مشيئة الله، ده من العوامل البنية لحياة الإنسان والحياة المؤمن. فعايز أقول الرسول بولس يوصف لنا أمجاد الألم ويقول الكلام ده، أحسب إن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد. ويقول كده، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي. ويقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. ويوصف الألم، فالألم هبة والألم موهبة، ويقول وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا فقط بل أن تتألموا لأجل اسمه. لكن كمان عايز أقول أن الرسول بولس الرب أخبها سمح له بشوكة في الجسد. يعني وأنا بسرعة يعني سمح له بشوكة في الجسد، ففي الوقت دوا وبولس صلى لأجل الشوكة دي ولا ما صلاش؟ صلى تضرع. يقول تضرعت إلى الرب كم مرة؟ ثلاث مرات. يقول له يا رب ارفع الشوكة. تاني مرة يصلي يا رب ارفع الشوكة، ما سمعش رد. بس في المرة الثالثة يقول له يا رب ارفع الشوكة، لكن الرب يقول له مش هرفع الشوكة. يا رب طب ما انا عايز اكمل الخدمة، ما انا مش هقدر اكمل الخدمة. يبعت له الرب رد إلهي وتعويض إلهي بحت للمشاهد النهاردة، يقول له كده تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. عشان كده يهتف الرسول بولس ويقول بكل سرور أفتخر في ضعفاتي في ألماتي. ليه يا بولس؟ قال لكي تحل علي
قوة المسيح. فعايز أقول لك اقبل الألم واقبل الوضع اللي الرب حطه فيك. يمكن مرات كتير الناس يقولوا أصل اللي إيده زي ما بيقولوا مش في المية مش في المية زي مش في اللي في إيده في النار, يعني بيقولوا كده. وأيوب نفسه على فكرة قال أيوب وقت التجربة يعني حس إن ربنا مش موجود. صحيح. وقعد يعني في أيوب 23 عدد 3 قال كده من يعطيني أن أجده. ليه أيوب بتدور على ربنا؟ قال من يعطيني أن أجده فآتي إلى كرسي أحسن الدعوة أمامه وأملأ فمي حججا وأعرف الأقوال التي بها يجيبني. وبيدور على الرب يقول ها أنا أذهب شرقا فليس هو هناك وغربا فلا أشعر به, شمالا حيث عمله فلا أنظره, يتعطف الجنوب فلا أراه. وفضل يدور على ربنا ويقول مش شايفه, لكن في النهاية يطلع من بوتك التجربة ويقول إن بسمع الأذن قد سمعت عنك, أما الآن فقد رأتك عيناي. فعايز أقول لك هتشوف الرب في التجربة دي, وهتشوف تعويض الرب بعد الأزمة وبعد الوقت العصيب الصعب اللي أنت بتمر بيه في الوقت دوا. فعايز أقول لك حتى لو كان صعبان عليك من الرب وصعبان عليك من الظروف الأوضاع اللي انت بتمر بيها, سيطلعك الرب من بوتك التجربة. أمين. وانت بتقول كده ونحن نعلم ان كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. صدق من وراء الأزمة الصعبة والتجربة فيها خير. أمين. وزي ما بيقول قول للصديق خير. أيوة. وانت متألم بتسأل سؤال وبتقول من يرينا خير. لكن جواب المعلم في أشعياء يقول قول للصديق خير. ففيها أمين. خير. أمين. أمين. فيها خير. فيها خير. بس قبل ما نسمع ترنيمة مع الأخ رضا عايز أركز على حتة جوهرية حضرتك قلتها. في فرق بين التجربة اللي أنا أصنعها أو أنا اللي أكون سبب فيها, وفي فرق بين التجربة اللي الرب بيسمع. اللي ذكرت حضرتك في يعقوب واحد لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله. وفي نفس الإصحاح يقول لنا كمان احسبوه كل فرح يا إخواتي حينما تحسبون. ففي فرق. أنا أحيانا ببقى أنا السبب في المشكلة, ويمكن أحيانا سبب, بس الرب يستخدم هذا السبب للخير طبعا. أضيق عليهم لكي يشعر يا رب تكون هذه الضيقة سبب بركة لحياتك ترتمي في أحضان المسيح وينتشلك من الحضيض اللي انت فيه. اسمع ترنيمة مع اخويا رضا. هللويا. اشعر بحضور الرب في الحلقه والكلام. تعالوا نقول خير حتى لو انت في مرضك او تعبان, حتى لو في ظرف صعب, حتى لو بتمر بتجربه, لكن الرب الهك في صفك. قولوا خير. ظرفك لو كان صعب مريض شوف الخير جوه بإيمان. قولوا للصديق خير وانت في مرضك أو تعبان. ظرفك لو كان صعب مريض شوف الخير جوه إيمان. بعد حالا طل غراف بيقول لك ليه ولدي تخاف, انت رعية وسط خراف هي قطيع اللي انا بحميه, هي قطيع اللي انا بحميه. قولوا للصديق خير ربك في ايديه السلطان, مهما كان الامر خطير تحت جناح الرب امان. بعيد حالا طل غراف بيقول لك ليه ولدي تخاف, انت رعية وسط خراف هي قطيع اللي انا بحميه, هي قطيع اللي انا. يلا رنم في قلب تجربتك. قولوا للصديق وارفع راسك كده فرحان تحت صليبك لو متألم, ف
فأجر قيامتك وقريبة. قولوا للصديق رنم وارفع راسك كده فرحان تحت صليبك لو متألم فجر قيامتك بكرة يبان. باعت حالا طل غراب بيقول لك ليه يا ولدي تخاف انت رعية وسط خراب يا قطيع اللي انا بحميه يا قطيع اللي انا بحميه. قولوا للصديق عود وتذكر ماضي الاحسان هل من مرة منع الجود او بيت في يوم ابدا. قولوا للصديق عود وتذكر ماضي الاحسان هل من مرة منع الجود او بيت في يوم جوعان. باعت حالا طل غراب بيقول لك ليه يا ابني تخاف انت رعية وسط خراب يا قطيع اللي انا بحميه يا قطيع اللي انا بحميه. باعت حالا طل غراب بيقول لك ليه يا ابني تخاف ده انت رعية وسط خراب يا قطيع اللي انا بحميه يا قطيع اللي انا بحميه. صدقني مسيج من حواليك وحميك في اصعب الظروف في وقت المرار اللي انت بتقول عليه ده وقت مر وقت عذاب، لكن صدقني هو موجود معاك في اصعب الضيقات وفي اصعب اللحظات اللي بتسمعنا النهارده متالم يمكن دموعك على خدك. صدقني الرب بيقول لك انا عايز اخليك تلمسني، انا عايز اوصل لك في الوقت ده. يمكن الرب ما كانش عارف يوصل لك في وسط الزحمه وفي وسط، هتقول لي رب يعمل كده عشان خاطر يعني يوصل لي يجيب يسمح لي بالالم ده. صدقني انت غالي اغلى من الضيق واغلى من اللي بتمر بيه، ولانك غالي صدقني سمح يمكن بالوقت اللي فيه عصره وفيه مراره عشان خاطر يعمل حاجات جميله جواك. اسمع الكلمات دي من الرب، يعمل حاجات عظيمه جواك وانا واثق ده كله يقول لمجد المسيح. وتشوف ده في حياتك وفي شخصيتك وفي بيتك وباسم الرب يسوع. جناب القسيس شاعر، في ناس محتاجه صلاه، محتاجة صلاة. نفسنا ترفع ايدك وتوجه صلوات لكل نفس منزعجة، لكل نفس بتقول للرب انت فين. الكلام ده مش صدفة اللي بيتقال النهاردة، ده بالروح القدس طبعا. والرب نفسه صدقني يعمل معجزة داخلية في قلب كل مشاهد. فاستأذنك ارفع ايدك قدام الكاميرا بتاعت حضرتك وصلي لاجل كل نفس متألمة الرب يوصلها بقوة عجيبة في اسم المسيح. نعم يا رب، احنا بنصلي في الوقت دوا وبنتحد من هذا المنبر يا ابن الله الحي يا رب، ان قوتك وسلطانك ومسحة حضورك تخترق حواجز المكان والزمان يا رب، وتوصل لكل بيت وتوصل لكل أسرة وتوصل لكل حد متألم وكل حد على أسرة المرض باسم الرب يسوع المسيح. اعمل زيارات خاصة للنفوس دي يا رب، وتعالى بتعويضات جديدة ومجيدة في حياتهم يا رب. بنصلي باسم الرب يسوع المسيح، اوصل للناس المتألمة يلي تألمت مجربا، تقدر تعين المجربين يلي بتعطي التجربة ومعها المنفذ. عندك منفذ للناس دي وعندك مخرج النهاردة وتقودهم من وجه الضيق إلى رحبة لا حصر فيه باسم الرب يسوع المسيح. اللي تعثر واللي مش قادر يكمل انت توصل ليه النهاردة تشدده من تاني يا ابن الله الحي. الناس اللي منتظراك في أمور وطلبات يا رب، في بيوت يا رب في حالة انقسام، اوصل للبيوت دي ولم شمل الأسر دي، الحق البيوت دي النهاردة باسم الرب يسوع المسيح، ووصل ليهم بزيارات خاصة يا رب. بنصلي لأجل الناس اللي عندها طلبات ومنتظراك يا حضور الله يا روح الله الناري. بنصلي أن الحضور الإلهي يغير المسار معهم النهاردة وتأتي بزمن اسمه زمن التعويض على حياتهم يا ابن الله الحي، ولك كل المجد.
آمين. آمين. امين امين امين. صدق بالايمان ان الرب استجاب للصلوه دي، وهتشعر بسكيب سماوي يحمل سلام لقلبك في اسم الرب يسوع. لكن جناب قسيس، كنت عايز اسال حضرتك، هل بعد الكوارث اللي حلت على ايوب وشفنا التجربه العاطفيه والجسديه والماديه، ويمكن في ناس معنا النهارده بتمر بظروف ماديه قاسيه طاحنه وعاطفيه ايا كان شكل الظروف العاطفيه وكمان جسديه، في ناس على اسره المرض، هل الرب عوض ايوب؟ طبعا يعني يمكن حد يسمع ويقول لك ابعد ما يكون، لكن لو حضرتك تقول لنا تعويضات الرب لايوب كانت في الوقت ده. يعني بعد اللي شفناه في حياه ايوب المفروض ما فيش ولا اي حاجه توحي ببصيص من الامل. صح. بس لما نيجي لاخر اصحاح في سفر ايوب، ايوب 42، نلاقي التعويض الالهي. نعم. يقول ورد الرب سبي ايوب لما صلى لاجل اصحابه، وزاد الرب على كل ما كان لايوب ضعفا. نعم. عطاله كل حاجه الضعف. كل حاجه الضعف. يعني في عدد 12 يقول كان في الاول عنده 7000 من الغنم، اداله الرب 14000. صحيح. يعني الضعف. كان عنده 3000 جمل، الرب اداله 6000 من الابل، الضعف على طول. كان عنده 500 فدان بقر، يعني 500 جوز بقر، الرب عطاله 1000 فدان من البقر و1000 أتان. كان عنده 500 أتان، عطاله 1000 أتان. تمام. يعني وكمان حتى الأولاد عوضوا الضعف، عطاله 10. كان حد يسأل يقول طب ليه عطاله 10؟ لأن في 10 فوق أحياء و10 على الأرض، يبقى 20، تعويض الضعف. قصدك لما انتقلوا راحوا السماء. لما انتقلوا راحوا السماء، فدي ما ذكرش التعويض. فالتعويض هو عوضوا ليه 10 فوق أحياء و10 على الأرض، كده تعويض 20. وكمان يعني صحته ضاف 140 سنة ومات شيخ وشبعان الأيام. يمكن حد بيسألني يقول هو ربنا يهمه أنه يعوض البقر والغنم والجمال والأوتن والحاجات دي؟ لما نرجع لتسنية 28 يقول كده، إن سمعت سمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه، يجعلك الرب إلهك مستعليا على جميع قبائل الأرض. صحيح. عليك جميع هذه البركات وتدركك. يعني تدركك؟ تجري وراك. تجري وراك. مبارك أن تكون في المدينة، مبارك أن تكون في الحق، مبارك أن تكون سلتك، مبارك أن تكون معجنك، نتاج بقرك، إناث غنمك، كل حاجة أرضية تتبارك. صحيح. وإحنا لينا البركات الأرضية، ولينا كمان يعني أعظم بركة اللي هي البركات الروحية. فيحق لنا أن نهتف مع الرسول بولس ونقول ومبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. بس حقيقة أنا مش هتكلم عن التعويضات البقر والجمال والغنم، لكن أنا هتكلم عن بنات أيوب الثلاثة. بنات أيوب الثلاثة. بنات أيوب اللي هي يميمة وقصيعة وقرنها فوق. طب ثواني جناب، معلش هوقف حضرتك. فضل. يعني أنا لفت نظري حتى وأنا بقرأ القراءات الكتابية إن الرب ذكر كل حاجة، أولاد أيوب حتى اللي انتقلوا لم يذكر أسمائهم. فاشمعنا بنات أيوب اللي الوحي قصد أن يذكر أسمائهم؟ يعني هو الوحي قصد أنه يحط أسامي التلات بنات وما حطش أسامي الأولاد السبعة. ودي حاجة غريبة طبعا. بس يعني هو الكتاب ما ذكرش، بس أيوب كان بيعيش في مجتمع شرقي زي المجتمع اللي احنا فيه. بنعيش فيه. فكانوا بيميزوا الولد عن البنت. فقصد الروح القدس انه يحط اسامي البنات عشان عايز يقول ان مفيش فرق لبين راجل وبين امرأة. وحتى لما نلاحظ في الجريات الكتابية في عدد 15 يقول اعطاهن ابوهن ميراثا بين اخوتهن. يعني زيهم زي بعض، يعني البنت زي الولد، مش نص الولد. اصل احنا في مجتمع شرقي يا اخي بهاء، حته مهمه دي يا سيدي. وعندنا في المجتمع الشرقي يعني حاجه غريبه، حتى في امثال صعبه انا ما اعرفش بنقولها في مصر احنا هنا، يقول لك لما قالوا لي ده ولد اتشد ظهري واتسند، ولما قالوا ده بنيه تهدت الحيط عليا، مش عارف حيطه ايه. وده يعني انا فاكر مره من المرات يعني حد قال لي القصه دي، بيقول ان كان في واحد معاه 5 بنات. وبعدين مراته خلفت رقم 6، فقالوا له هتسميها ايه؟
قال هسميها كفاية، أنا مش عايز تاني، وراح مسمي فعلا البنت كفاية. بعديها بفترة مراته حبلت وجابت بنت رقم 7، قالوا طب دي هتسميها إيه؟ قال هسميها زيادة، وسمى كفاية وسمى زيادة. لكن كتابنا المقدس النهاردة بيعلمنا درس مهم، إن البنت زي الولد. والدليل على كده لما نرجع لسفر العدد أصحاح 27 ونقرأ عن بنات صلفحاد لما راحوا لموسى وقالوا له احنا بنات ادينا، فراح موسى صلى للرب فتكلم الرب وقال له بحق تكلموا بنات صلفحات وتديهم نصيب زيهم زي اخواته. فعشان كده الكتاب يذكر اسامي البنات وعلشان يقول ان البنت زي الولد. بس حقيقي الثلاث بنات دول فيهم ثلاث تعويضات رهيبة. البنت الاولى سماها يميمة، ويعني يميمة يميمة جاية من اليمام من الحمام، ومن ضمن صفات الحمام السلام. السلام. فالبنت الأولى التعويض الأول لأيوب اللي خده وياخده المشاهد النهاردة، السلام. يا سلام. السلام هو أيوب. يعني في حاجة مهمة، أيوب قبل التجربة وأثناء ما كان في قمة الإزدهار ما كانش عنده سلام. كانش عنده سلام. تقول لي إيه الدليل؟ الدليل في الآية اللي موجودة، يعني بيقول كده الذي فزعت في أيوب 3:25، أيوب 3:25 يقول لأني ارتعابا ارتعبت فأتاني، والذي فزعت منه جاء علي، لم أطمئن ولم أسكن ولم أسترح، وقد جاء الرتس. الرتس اللي هو العذاب. فما كانش عنده سلام، كان عنده هواجس من الخوف. لكن لما بعد التجربة دي عطاله الرب البنت اللي اسمها يميمة وسماها سلام. عايز أقول النهاردة احنا في وسط عالم مضطرب، عالم مليان بالانزعاج. بس الرب عايز يملاك بالسلام. يمكن وانت قاعد بتشاهدني قلقان، جواك مخاوف، بس الرب عايز يديك سلام. عندنا خبهاء في الكتاب المقدس، في انواع كتير جدا من السلامات. في سلام، اول سلام لما تتعرف على الرب وتدي قلبك النهارده للمسيح وتتصالح مع المسيح، يديلك اول نوع من السلام اسمه سلام التبرير. في رومية 5:1 يقول كده، فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. فالرب النهاردة يمكن تكون بعيد عن الرب، الله عايزك تتصالح معاه ويملاك بالسلام. ويقول عن هذا السلام كده في أشعية 53:5، وهو مجروح لأجل أسامينا، مسحوق لأجل أسامنا، تأديب سلامنا عليه. فالرب عايز يديك أول نوع اللي هو سلام التبرير. لكن في نوع تاني من السلام في يوحنا 14:27، تركة تركها لينا الرب لما قال سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. الله النهاردة عايز يملاك بالسلام. وفي قصة في سفر الملوك الثاني أصحاح 4 بتتكلم عن ثلاث أنواع، ثلاث سلامات. فاكرين المرأة اللي راحت لرجل الله بعد ما الرب عطاها ولد على قبر، وبعدين في الوقت ده شاف رجل الله والغلام، راح قال لها السلام لك، قالت ايه؟ سلام. السلام لزوجك، قالت ايه؟ سلام. السلام للولد رغم ان الولد مات، لكن قالت ايه؟ سلام. سلام. رغم المرار اللي في حياتها، لكن قالت ايه؟ سلام. سلام. عايز اقول لك النهارده واقولها لك، رغم المرار اللي في حياتك واللي في بيتك، ربنا بيقول لك في سلام. رغم يمكن ليلة امبارح ما نمتيش والدموع على خدك، لكن ربنا بيقول لك في سلام. رغم الباب المكفول والامر اللي انت متحير فيه، ربنا بيقول لك في سلام. رغم انك يمكن مش عارف تاخد قرارات في بعض الأمور ومستني تسمع كلمة من الرب، ربنا بيقول لك سلام. حتى في وقت المرض، حتى في وقت الأزمة، حتى التقارير الطبية اللي طالعة مش سليمة، ربنا بيقول لك في سلام. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم. في سلام. تقول لي آه، ربنا هيبعت حتى سلام للبيت المكسوم وللبيت اللي مليان بالانقسامات وانشقاقات، يبعت الرب سلام. واستقبل الوعد ده، بيقول ليكن سلام في أبراجك وراحة
في قصورك. ربنا عايز يملى البيوت بالسلام، بس عشان بيتك يمتلي بالسلام ارجع مرة تاني للمذبح، ارجع مرة تاني للكتاب المقدس. يعني في قصة أختم بيها، يعني قصة معبرة عن الموضوع دوا. يعني بيقولوا إن كان في أسرة من الأسر مؤمنة، والأسرة دي متكونة من الأب والأم وولدين. وبعدين الأسرة دي الشيطان دخل كل البيوت وجلب كل البيوت نكد ومشاكل إلا البيت اللي في البلد ده. فقال الشياطين، اجتمع مجمع الشياطين وقالوا البيت ده مش قادرين ندخله. ففسطيهم شيطان صغير قال لهم عندي فكرة، أنا خليهم وهم حاطين الأكل وبيأكلوا وأدخل تحت الترابيزة أجلب الأكل. الولد يقول للبنت أنت والأب يقول أنت، وأجلب البيت لمشاكل ونكد. فسقف مجمع الشياطين للشيطان الصغير دوا وقالوا له فكرة رائعة، وراحوا قدام البيت ودخلوا في الوقت دوا. دخل الشيطان الصغير تحت الترابيزة وقبل الأكل متعودين يعملوا إيه؟ يصلوا. وراح مصلي، كان الصلاة على الولد الصغير، وراح صلى وقال كده: يا رب أنت قلت وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا، وراح دبب برجليه. قال أول ما دبب برجليه الدبة جت على دماغ الشيطان اللي تحت الترابيز، فطلع بره. بيقولوا عملت إيه؟ قال إذا كان أصغرهم دق دماغي، أمال الكبير اللي فيهم يبقى إيه؟ فعايز أقول النهاردة ارجع مرة تاني وخلي في البيت في ترنم في خيام الصديقين، ويملى الرب بيوتنا بسلام وتعويض غير عادي. أوعى أوعى تطلع المسيح من بيتك، اوعى تكون غافل عن وجود المسيح في بيتك. اعظم قوة، رئيس السلام تدعو لحياتك والبيتك والاولادك لكي تتمتع بالسلام الحقيقي. اعظم تعويض السلام. النهاردة ناس بتدور على السلام، لكن باسم الرب يسوع رئيس السلام نفسه الذي سيسحق الشيطان تحت ارجلكم، ستتمتع بهذا السلام ويترسخ جوه قلبك في اسم الرب يسوع. خلونا نسمع ترنيمة مع اخويا رضا لبيب. امين باسم يسوع. عندي إيمان في الترنيمة اللي جاية والكلام المكتوب واللي احنا بنسمعه. لو انت واقف في حتة ومضغوط وبتصارع وعندك مشاكل، خلي عندك إيمان في قدرة إيد الرب تفكك ويعديك، مش بس يعديك لكن يوريك قدرة إيده. تعالوا نرنم الترنيمة دي مع بعض. هتعديني وتوريني قدرة ايدك، انت حبيبي وتنجيني، ايوه حبيبك. كمان مرة. هتعديني وتوريني قدرة ايدك، انت حبيبي وتنكيني، ايوه حبيبك. الكلمه كلمتك انت يا صاحب السلطان، واثق في قدرتك انت ثابت انا بايمان. الكلمه كلمتك انت يا صاحب السلطان، واثق في قدرتك انت ثابت انا بإيمان، ثابت انا بإيمان. وتعديني هتوريني قدرتي ايدك، انت حميني وتنجيني، ايوه حبيبك. وتعديني وتوريني قدرة ايدك، انت حميني، ايوه حميني حبيبك. قالوا العدو بحره قدامي، انا قلت انت معايا وانك ضامن لسلامي. قالوا العدو
بحره قدامي. أنا قلت أنت معايا معايا، وأنت ضامن لسلامي، وأنت ضامن لسلامي. وتعديني وتوريني قدرتي، انت حبيبي بتنجيني. ايوه حبيبي هتعديني وتوريني قدرتي ايدك. ايوه انت حبيبي وتنجيني. ايوه حبيبي ان قال خير الارض ايدك تجود بالخير، توصل لأبعد حد يغنى بك الفقير. وإن قال خير الأرض ايدك تجود بالخير، بالخير توصل لأبعد حد يغنى بك الفقير، يغنى بك الفقير. وتعديني وتوريني قدرتي ايدك، انت حبيبي وتنجيني. ايوه حبيبي. وتعديني وتوريني قدرتي ايدك، انت حميني وتنجيني. ايوه حبيبي. امسك في الوعد، الوعد منك يكفي يكفي اعيش به السنين. كلامك يشفي ويحيي، انت صادق وامين. الوعد منك يكفي يابا اعيش به السنين. كلامك يشفي ويحيي، انت صادق وامين، انت صادق وامين. وتعدي وتنجيني قدرتي ايدك، انت حبيبي بتنجيني. ايوه حبيبك هتعديني وتوريني قدرتي ايدك، انت حبيبي وتنجيني. ايوه حبيبك، ايوه حبيبك. هللويا هللويا. ربي يباركك اخويا رضا. هتعديني وتوريني، مؤكد ده هيحصل باسم الرب يسوع. مش هيسيبك في حيرتك. لكن لفت نظري التعويض الاول اللي كان لايوب، السلام. زي ما حضرتك قلت جناب قسيس، حاجة مفتقدة السلام في هذه الأيام. وأتخيل أعظم تعويض الرب يكرمنا بيه أو يعوضنا هو السلام. أول حاجة بنته اسمها يميمة، لكن في تعويض تاني. التعويض التاني في البنت التانية اللي هي قصيعة. قصيعة يميمة معناها سلام، وممكن زي ما تسموا يعني تسميها سلام ممنوع. صحيح. وقصيعة اللي هو ده نبات معناه سنة أو ارتفع. بس عايز أقولها باللغة الدارجة، يعني عندنا في الصعيد بعد سواج ومجبل تلاقي يعني مثلا لما يكون عنده حد عنده فرح أو عامل وليمة يقول لك ده أبو فلان عامل قصعة قصعة، فنسمي التانية فرح رغم الجروح. فالأولى إذا كانت سلام ممنوع، التانية فرح رغم الجروح، ده تعويض الفرح. بس حلوه الرابطه دي بتاع يعني جبت حاجه من الواقع. واصل الكلمه الكتاب المقدس ده عظيم وجميل طبعا يعني. طبعا. طب ركز لنا على معنى الكلمه، لان انا مش عايز اعديها. مفيش حاجه مكتوبه كده وخلاص طبعا، لكن ليها اصل وليها مردود عظيم. ده حقيقي.
فيعني الفرح دوا أيوب نفسه قصيعة معناها فرح. أيوب في أيوب 17 عدد 7 يقول كلت عيناي من الحزن. كلت عيناي من الحزن. طب يا رب تعوضه؟ يعوض الرب بقصيعة اللي معناها الفرح. وعايز أقول النهاردة يعني في مزمور 109 عدد 22 قال كده أيوب: فإني فقير ومسكين وأنا قلبي مجروح في داخلي. yeah. يا وممكن حد يكون بيسمعنا جواه جرح ومشاعر مجروحة، بس الرب ما يسيبش أيوب في المزمور دوه مجروح وقلبه مجروح، لكن في عدد 28 يقول: أما عبدك فيفرح فيفرح. فأنا متأكد النهاردة الجروح تتحول إلى أفراح، والنهاردة زي ما قال كده الرسول يعقوب: احسبوه كل فرح يا إخوتي، وفرح الرب هو قوتكم. ففي فرح النهاردة رغم الجروح اللي انت فيها. يعني في الكتاب المقدس في واحدة اتجرحت، مش جرح ولا اتنين ولا تلاتة، اتجرحت 4 جروح. ست دي اتجرحت من الناس المحيطين، واتجرحت من الناس القريبين، واتجرحت من الخدام والمؤمنين، واتجرحت كمان الجرح الرابع من الرب الأمين اللي هي حنة مصمين. اتجرحت من مين يا حنة؟ من الناس المحيطين. مين المحيطين؟ كان ضرتها أو اللي كانت بتغيصة اسمها فنينة، كانت تغيظها لأجل المراغمة، تغيصة تقول لها: يا حنة يعني مثلا انت ربك رب قلوب، لو انت تستاهلي عيل كان عطاقي. والست دي جرحتها، فاتجرحت من الناس المحيطين، لكن كمان اتجرحت من الناس القريبين. مين اقرب واحد ليها؟ زوجها القانا. هل القانا كان بيحب حنة؟ كتاب بيقول كان بيحبها. سأسأل سؤال: هو اللي يحب حد يتجوز عليه؟ اللي يحب حد يتجوز عليه، ما انت السبب رايح تجيب لها فنينة اللي كانت سبب جرح. وده كمان يوم العيد لما ذبح الذبيحة يوقف فنينة وأولادها ويبدأ يدي كل حد النايب بتاعه، ويجي عند حنة يديها نصيب اتنين. وأتخيل حنة تبص له تقول له: حتى أنت مش قادر تفهمني؟ راح قال لها: يا حنة احنا في يوم عيد، لماذا لا تأكلين؟ ولماذا تكتئبين؟ ولماذا تبكين؟ يعني هتنكد علينا؟ ما كفاياك بقى تمسكك بموضوع الأولاد، أليس أنا لك خير من 10 بنين؟ فاتجرحت وجرحها، فاتجرحت من المحيطين، جرحت من القريبين، لكن بص الجرح الثالث والأصعب، اتجرحت من الخدام والمؤمنين. خبها خردة، هل ممكن الخدام يجرحونا؟ الكهنة يجرحونا؟ الجسس يجرحونا؟ صدقني كتير. خلينا مع بتوع الكتاب. ست دي قالت: خلاص أنا تعبت من البيت، أخد بعضي وأروح على الهيكل. ودخلت الهيكل تصلي وتسكب نفسها قدام الرب، وأول ما شاف الكاهن قال لها: أنت يا ستي اللي هناك، أنت يا ستي اللي هناك، انزعي خمرك عنك. قالت له: حتى أنت مش قادر تفهمني، أنا مش سكرانة، أنا امرأة مرة النفس وحزينة الروح، بسكب نفسي أمام الرب. فاتجرحت من الخدام والمؤمنين، لكن اتجرحت من المحيطين والقريبين والخدام والمؤمنين، لكن الجرح الرابع والأصعب اتجرحت من الرب الأمين. هل الرب ممكن يجرحنا؟ هل الرب يجرح؟ مكتوب يجرح عنه كده، أيون يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان. عايز أقول النهاردة يمكن حد بيسمعنا قاعد صعبان عليك من الرب، صعبان عليك من الظروف والأوضاع اللي انت بتمر بيه، عندك كام سؤال لربنا بتقول له: ليه؟ ليه عملت معايا كده؟ ليه سمحت بالجرح والألم ده؟ بس عايز أقول لك حنة اتجرحت وكأنها اتجرحت من الرب لغرض مجيد أغلق الرب رحمها. دخلت تصلي وحد قال الحوار ده وعجبني، قال وهي بتصلي قالت للرب: أنا نفسي في ولد وعايزة ولد. راح الرب قال لها، الرب سألها: عايزة يا حنة؟ قالت له: عايزة ولد. راح الرب قال لها ليه؟ قالت له علشان تبطل ضرتي تغيظني. راح الرب كمان قال لها: وانا يا حنة عايزة ولد، وانا عايز ولد. ليه يا رب عايز ولد؟ قال عشان يبطل الشيطان يغيظني باللي بيعملوه ولاد عالي الكائن. قالت له: طب اديني الولد وانا ادهولك. وصلت حنة، ويقول في صمائيل الاول اصحاح 2 عدد 1 تقول الاية دي: فصلت حنة وقالت: فرح قلبي بالرب. يا سلام. مش بصمائيل. أتار الفرح مش في الأولاد، ولا الفرح في الممتلكات، ولا الفرح في المال، لكن الفرح في واحد وحيد يفرح القلب. حتى وانت في أصعب الأوقات
وانت في اصعب الظروف الرب يعوضك ويقدر يفرحك. واحد في الكتاب زي حبقوك مر باوقات صعبه جدا. يعني حبقوك معنى اسمه حلو، معنى اسم حبقوك يعانق الرب. ولو بالصعيد يعني مبوط في ربنا. صحيح. وفي يوم من الايام حبقوك جاله خبر، قال له حبقوك العمليه خربانه، في البيت خربانه، في الغيط خربانه. قال له ايه الحكايه؟ قال له مع انه لا يزهر التين ولا يكون حمله في الكروم يجذب عمل الزيتون، والحقول لا تصنع طعام، وينقطع الغنم من الحظيرة، ولا بقر في المزاود. الدنيا خربانة يا حبقوك، بس حبقوك يقول الكلام دوا، يقول فإني أبتهج وأفرح بالرب إله. تبتهج إيه يا عم في الظروف الصعبة دي؟ قال أيوة، لأن الرب يمشيني على مرتفعاتي ويجعل قدمي كالأيائل. عايز أقول لك النهاردة ربنا هيرفعك فوق التجربة. مين؟ وفوق المشكلة الصعبة اللي انت بتمر بيها، وستنتهي أيام نوحك وأيام بكائك، والأيام اللي جاية باسم الرب يسوع المسيح تكون أيام فرح وأيام استرداد لكل ما سلبه العدو، وتضحك على الزمن الآتي. أنا بصلي الأيام دي فلا تكون إلا فرحا زي ما قال الكتاب المقدس. فالبنت الأولى يميمة والبنت الثانية قصيعة. لكن كمان بسرعة أختم بالبنت الثالثة اللي هي قرن هفوك. ويعني قرن هفوك؟ قرن هفوك اللي هو قرن الكحل أو زيت المسحة. وإذا كانت الأولى يميمة سلام ممنوح، وقصيعة فرح رغم الجروح، وقرن هفوك يعني ممكن نقول ملء بالروح أو قيادة بالروح. فعايز أقول النهاردة يعني اللي هي معناها زيت المسحة، والأيام دي محتاجين ربنا كخدام وكنيسنا يصب زيت المسحة. يا رب. إذا كان الرب يسوع نفسه كان محتاج للمسحة، لما نقرأ في أعمال 10 عدد 38 يقول يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة. نتيجة المسحة دي يقول جال يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. يمكن حد يسمعنا يقول إيه هي المسحة؟ يعني ببساطة سمحت التعريف ده وعجبني. كلمة المسحة هو يعني أو المسحة شخص عادي بيقول كلام عادي، بس التأثير والنتيجة بتاعته تأثير غير عادي. أنا بصلي الأيام دي نمتلئ بالروح القدس زي ما قال الكتاب، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاع بل امتلئوا بالروح. مرة الرب يقول لا تحزنوا الروح، ومرة يقول لا تطفئوا الروح، لكن المرة الثالثة يقول امتلئوا بالروح. ولما نمتلئ بالروح الوضع يتغير معنا جدا. أنا نفسي الأيام دي نخلط على الروح القدس ونمتلئ بالروح القدس، ويبقى لينا شركة وصداقة مع الروح القدس زي ما رنم المرنم وقال أيها الروح العزيز رأيتني وحدي أسيح نحو السماء فصحبتني، حتى إذا جبلت في ضيقة شجعتني، ما لم أصل يا روح لا ترخيني. فأنا بصلي أن الروح القدس يجي بسندة للقلوب. يعني أنا أشجعك أنك تطلب الأمر ده، الملء بالروح. يعني عارف بطرس قبل ما يمتلئ بالروح وقبل الروح القدس يعني كان جبان وخواب، بس بعد ما أخذ الروح القدس قال 10 كلمات خلص 3000 نفس. وسألت ليه 3000 نفس؟ ليه ما هماش 4 ولا 2؟ أتاري أني في سفر الخروج أصحاح 32 عدد 28 لما موسى أخذ الناموس لحي الشريعة ونزل في اليوم دوا لقى الشعب بيعبد العجل، مات في اليوم ده 3000 نفس وهو معاه الناموس لحي الشريعة. فالناموس قتل 3000 نفس، لكن الروح القدس خلص 3000 نفس في اليوم ده. فخدمة الناموس هي خدمة موت، لكن خدمة الروح القدس هي خدمة حياة. فامتلئوا بالروح. جناب القسيس تتفق معايا التعويض الأخير الروح القدس. الطلبة دي زي ما حضرتك كنت بتقول احتياج لكل مشاهد ومشاهد. طبعا بس تتفقوا معايا إن لم يعطش الفرد
لسكيب الروح وعمل الروح القدس يظل جافا. مش كده المسيح وقف في اليوم الاخير من العيد ان عطش احد فليقبل الي. عشان كده قبل ما نسمع ترنيمه مع اخويا رضا نفسي كمان تصلي لنا صلوه ان ربي يعطش القلوب لطلب الروح القدس. أمين. انها طلبه ملحه صدق. احنا مش بنقول كلام كده وخلاص. بس باسم المسيح من هذه الحلقه الرب يصنع عطش في قلوب كثيره. نصرخ تعالى بسكيب الروح القدس على الفضل للبأسس في اسم الرب يسوع. يا رب احنا بنصلي الصلوة دي والطلبة دي. ما انت اللي قلت الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد. باسم الرب يسوع المسيح تعالى مرة تاني يا رب واملى الناس بالروح ويمتلئوا بعمل الروح القدس. امبش الآبار اللي اتردمت في حياة الناس يا رب. عود مرة تاني وحيينا صلاتنا زي ما قالك عبدك ألا تعود أنت فتحينا فيفرح بك شعبك. يا رب احيينا من تاني عشان نقول ان روح الرب قد صنعنا ونسمة القدير احيتنا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب انا بصلي ان الروح القدس يا رب تفجروا في حياة اشخاص زي ما قلت لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. سكيب جديد يا رب سكيب جديد لحياتنا لبيوتنا لكنيسنا نمتلي من عمل الروح. اصعد بينا مرة تانية وخدنا إلى مناظر الرب وإعلاناته. اختلي بينا في صحونا وفي منامنا يا رب. ادي كلنا شراقة وصداقة مع الروح القدس في الوقت اللي جاي. بصلي باسم الرب يسوع المسيح ادينا عطش حقيقي عطش حقيقي لملء الروح في الوقت اللي جاي دوا باسم المسيح يسوع ولك كل المجد. أمين. ونرنم مع بعض. كلنا محتاجين الحاجتين أو التعوذين مش بس الروح القدس لكن فرح الرب هو قوتكم. الروح والأفراح اتفقوا. ما فضلش كده حزين جابوا التعزيات وجابوني ما بين المؤمنين. تعالوا نرنم مع بعض. بيفيدني تاني
قال لي أمرتي بعزك يا ابني وأنا أدي الكلمة وباركتك وجعلتك بركة ورفعت العناء. قال لي أمرتي بعزك يا ابني وأنا أدي الكلمة وباركتك وجعلتك بركة ورفعت العناء. فحررت الصلوات جو التسبيحات، فحررت الصلوات جو التسبيحات. روح الله بيفيدني تاني، روح الله بيفيدني تاني فيا بتمجيدات. الوقت المحسوب من عمري روحي إليك بتهيب، نفسي بتشبع وارفع نظري إليه وأنا في الترانيم. الوقت المحسوب من عمري روحي إليك بتهيب، نفسي بتشبع وارفع نظري ليه وانا في الترانيم. فحررت الصلوات وجو التسبيحات، فحررت الصلوات وجو التسبيحات. روح الله بيفيدني تاني، روح الله بيفيدني تاني فيا بتمجيدات، فيا بتمجيدات، فيا بتمجيدات. ربنا يبارك اخويا رضا، كل تسبيحة جميلة فعلا ماشية مع كل نقطة الرب بيكلمنا فيها. شكرا. احبائي المشاهدين، بصراحة الحديث شيق، ولا سيما انه في حاجات، في نور جديد الرب بيرسله لينا من خلال الفاضل جناب القسيس رفعت مجد. انا اشكرك جدا جناب القسيس على كل اعلان بالروح القدس بيوصل لكل مشاهد. لكن يعني انا سامع المشاهد بيقول طب الرب رد سبي ايوب، وفي ايوب 42 عدد 10 ورد الرب سبي ايوب. واحد قاعد بيقول لك طب وانا هيرد لي ايه؟ وايه التعويض؟ انت ما تعرفوش حاجه عن مشكلتي، وحاسس ان احنا هو بيقول دول بيتكلموا في حته ثانيه خالص، وما يعرفش ان الرب عايز يرد ليه حاجات ويعوض ليه عن امور عظيمه، لانه اله الوقت الصعب. فايه اللي ممكن يرد الرب لكل مشاهد ومشاهده؟ يعني هو زي ما رد لايوب وعوض ايوب، كمان هيرد للمشاهد. اقول على الاقل ثلاث امور يردها الرب. اتفضل. أول حاجة يردها الرب، ودي اللي محتاجينها، يردها الرب لينا ولبيوتنا ولكنايسنا. أيوة. والأرض مصر في سفر صموئيل الأول، أكيد الآية تطلع على الشاشة، صموئيل الأول 6 عدد 21. يقول وأرسلوا رسلا إلى سكان قرية يعريم قائلين قد ردوا الفلسطينيون تابوت الرب، قد ردوا الفلسطينيون تابوت الرب. فأول حاجة يردها لينا الرب النهاردة يرد لينا الحضور الإلهي. تابوت الرب، تابوت الرب يرمز إلى على طول إلى الرب نفسه، إلى الحضور الإلهي. وعايز أقول النهاردة يعني التابوت، التابوت والحضور الإلهي ده أهم حاجة في حياة المؤمن وفي حياة الخادم وفي الكنيسة. صحيح. فأنا بصلي النهاردة ربنا يرد الحضور الإلهي مرة تاني. مرة الفلسطينيين لما أخذوا تابوت الرب اللي هم الأعداء، أخذوا التابوت، وفي الوقت دوا قعد التابوت في أرض الفلسطينيين 7 شهور. فجي جملة على الكاهن وتهزم الشعب، جاله خبر، قالوا له ولادك ماتوا. يعني سمع الخبر وعدى، قال له كمان
كمان مش ولادك ماتوا، حصل هزيمة يعني سمع الخبر وبرضه ما عدى، لكن أول ما قالوا له اتاخد التابوت كانت وجع مات على طول. صحيح. فالتابوت يسوي موت طبعا. يعني أنا دايما أقول كده، يا رب يوم محضورك يفارقني أموت أفضل. أيوة أموت أفضل. ففي الوقت دوا خدوا الفلسطينيين التابوت وحطوه في بيت داجون في أشدود ومع الإله داجون. ففي الوقت دوا صبحه تاني يوم الصبح لقيوا الإله داجون واجع على وجهه قدام تابوت الأرض، ما فهموش الدرس، راحوا قوموا التابوت مرة تاني، وراحوا تاني يوم لقيوا الإله داجون ساقط على وجهه، راسه مقطوعة وإيديه مقطوعة، يعني فكره مقطوع والإيدين العمل بتاعه كمان مقطوع. فأنا بصلي النهاردة إن حضور الله يكسر كل داجون في حياتنا، ويكسر كل داجون في عبادتنا، ويكسر كل داجون النهاردة في كنايسنا الحضور الإلهي. لكن كمان لما لقيوا الفلسطينيين الأعداء إن متأثرين بسبب التابوت ده، قالوا رجع التابوت ورد التابوت لشعب إسرائيل. بس لما ردوه ردوه بحاجة غريبة، فالكهنة والعرفاء قالوا لهم الكلام ده، قالوا لهم تجيبوا بقرتين يكونوا بيرضعوا. أيوة. وتجيبوا عجلة جديدة تحطوا عليها التابوت وتسيبوا أولادهم. فالأولاد وأولاد البقرتين طبيعي المفروض البقرتين ما يتحركوش. صحيح. بالغريزة لأن أولاد. بس الحاجة الغريبة إن البقرتين يقول إنهم استقاموا ولم يميلوا يمينا ولا يسار. البقرتين استقاموا، البقرتين استقاموا. وأنا آسف أن أقول الكلام دوا، بس البقرتين قدروا حضور الله واستقاموا. وإحنا حياتنا كتير جدا ما فيهاش استقامة ولا مقدرين يعني إيه حضور الله في حياتنا. فالبقرتين استقاموا. أنا بصلي بصلي إن الله يدينا استقامة في الوقت اللي جاية. ورجع التابوت مرة تاني وفرح الشعب بالتابوت. بس عايز أقول النهاردة أنا مش عارف كيف خادم يعيش بدون حضور الله، وكيف مؤمن يعيش بدون الحضور الإلهي. أنا بقول الموت أفضل مرة، لأن موسى ده كان مقدر يعني حضور ربنا. في خروج، في سفر الخروج أصحاح 33، سفر الخروج أصحاح 33، الرب قال لموسى أنا هديك ثلاث عطايا. أنا هقول لك يا أخي بها وأنت تقول لي الثلاث عطايا دول حلوين ولا وحشين. أول عطية قال له أدي لك ملاك يسير قدامك، دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ حلوة. الحاجة الثانية قال له هخليك تنتصر على كل الأرض، يعني هديك نصر على كل الأرض، أطرد من أمامك الكنعانيين والأموريين والحسيين واليابوسيين وهخليك تنتصر. الحاجة الثانية حلوة ولا وحشة؟ حلوة جدا. الحاجة رقم ثلاثة قال له هدخلك إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ ده هو ده اللي منتظرين. روعة. ثلاث أمور، أول حاجة قال له ملاك هيصير قدامك، ثاني حاجة قال له هديلك انتصارات، ثالث حاجة قال له هدخلك لأرض تفيض لبنا وعسل. ثلاث أمور حلوين جدا. عارف موسى أول ما سمع الثلاث أمور دول عمل إيه؟ ناح بكى. ده مش ناح بس، ده الشعب كمان ناح ويقول كده. فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحوا ناحوا كلام ربنا بيجي سوء. قال له ليه؟ لأن الرب قال لهم فإني لا أصعد في وسطكم، فإني لا أصعد في وسطكم. والكلمة في العبرية يعني لن أمتعك بحضوري. فموسى بكى والشعب بكى لما عارف أن الرب مش هيطلع ولا هيكون معاهم. وقال له يا رب، قال له كده إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا منها هنا. هو احنا بيميزنا حاجة غير حضورك؟ انا ما يهمنيش لا ملاك ولا عايز ارض ولا عايز انتصارات. اليس بمسيرك معنا انا وشعبك نمتاز عن باقي الشعوب؟ فكان مقدر يعني حضور الله. امرأة فينحاس، انا الست دي بحبها لانها كانت مقدرة يعني حضور الله. في يوم جالها خبر قال لها جوزك مات، وقال لها كمان ان جوزك مات، بس قال لها وهي انقلب مخاضها وجت تولد، قال لها خلاص ربنا عوضك وجاب لك ولد. راحت قالت ويل فايده بعد تابوت الله. فالست دي راحت مسميه الولد إيخابود، اي زال المجد. واصعب كلمه يسمعها مؤمن ويسمعها خادم ان المجد زال عن حياتك. وعايز اقول لك اسمعني، يعني ممكن يكون ربنا مستخدمك، وممكن تكون مستخدم بايات، ومرات بنبص ازاي ربنا بيستخدمه في حياته في خطيه. بس المجد لما بيزول مش بيزول فجاه، بيزول تدريجيا. وتقرا الكتاب ده الكلام ده في حزقيال 10 لما بيقول رايت مجد
الرب يمضي من تحت العتبة. راح فين؟ من تحت عتبة البيت. طلع من عتبة البيت راح لحتة تاني اسمها الكروب. طلع من الكروب راح لمكان تاني اسمه الدار الخارجية. طلع من الدار الخارجية راح لوسط المدينة. طلع من وسط المدينة راح للجبل. الحضور الإلهي بيزول تدريجيا. داود صرخ لما حس ان حضور الله فارجه وقال لقد تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيز لأن يدك ثقلت علي. لكن أنا بصلي النهاردة أن يرجع مرة تاني الحضور الإلهي لبيوتنا ويرد الرب الحضور مرة تاني لكنيسنا والبلدنا والمصر وتمتلئ أرض مصر من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر ويتم كده وعاد الرب يتراءى في شيلوه. بصلي ربنا يتراءى في حياتك مرة تاني، يتراءى في خدمتك مرة تاني، يتراءى. ونقول كده ان مجد البيت الاخير اعظم من مجد البيت الاول، ونقول له المجد في الكنيسة. فانا اول حاجة يردها الرب يرد الحضور الالهي. امين. يا رب يا رب قلوب مجهزة. أمين. لاسترداد الحضور الإلهي. أمين. هنسمع ترنيمة بجانب الأسيس ونعرف إيه كمان، يعني بقينا وقت قليل خالص، لكن حضرتك هتكلمنا عن كمان إيه التعويضات اللي الرب يردها لكل مشاهد. أمين. حضورك يا رب. يا رب تعال نصلي أن الرب يجي مرة كمان يعلن حضورك واشرك بنورك على حبايبك. عايزين الحضور تاني يرجع، عايزين نشوفك تاني وسطينا يا رب. اشرك بنورك فيض من سرورك على حبايبك. اعلن حضورك اشرك بنورك فيض من سرورك على حبايبك. وعروس منصورة دفئك منصورة ومجدك يورى على حبايبك. عروس منصورة في أجمل صورة ومجدك يورى على حبايبك. أعلن حضورك اشرك بنورك فيض من سرورك على حبايبك. سلاح مضمون يهدم حصون يهدم ظنون ضد حبايبك. سلاح مضمون يهدم حصون يهدم ظنون ضد حبايبك. أعلن حضورك فيض من سرورك فيض من سرورك على حبايبك. أعلن حضورك واشرك بنورك فيض من سرورك على حد. تبقى الكنيسة عروس بهية طهرة ونقية جيش بألوية كل حبايبك. عروس بهية طهرة ونقية جيش بألوية كل حبايبك. أعلن حضورك اشرك بنورك فيض من سرورك على حبايبك. أعلن حضورك اشرك بنورك فيض من سرورك على بحضوره. نقدر نقول رجالتك آية ليهم حماية من كل شكاية على حبايبك. رجالتك آية ليهم حماية من كل شكاية على حبايبك. أعلن حضورك واشرك بنورك فيض من سرورك على حبايبك. أعلن حضورك اشرك بنورك فيض من سرورك على حبايبك. انت في وسطينا ومقطر بينا وحضورك زينة على حبايبك. انت في وسطينا ومقطر بينا وعودك زينة على حبايبك. أعلن حضورك واشرك بنورك
في اتنين سرورك على حبايبك اعلن حضورك واشرك بنورك في اتنين سرورك على حبايبك. يسترد الحضور الالهي في استرداد النهارده باسم الرب يسوع. لو قلت له انا عايز استرداد لحضورك وما اقدرش اتحرك خطوه من غير حضورك. لكن جناب قسيس ايه كمان الرب يرد لنا في سورة التعويضات؟ يعني قلنا اول حاجة ان رد الفلسطينيين التابوت اول حاجة يردها الرب يرد لنا الحضور الالهي. لكن الحاجة الثانية اللي يردها الرب ليا ولينا وللمشاهد في صموئيل الاول 30 عدد 18 يقول واستخلص داود كل ما اخذه عماليق وانقذ داود امرأتيه ولم يفقد له شيء لا صغير ولا كبير ولا بنون ولا بنات ولا غنيمة ولا شيء من جميع ما أخذوا لهم. برد داود الجميع برد داود الجميع. الحاجة الثانية ربنا يرد كل ما أخذوا عمليك الجميع. كل حاجة أخذها العدو يردها. في يوم من الأيام القصة دي داود رجع لجي بلده هو والجيش بتاعه وهو راجع لقي البلد بتاعته صقلغ محروقة بالنار والحبايب مش موجودين. يقول الكتاب ان داود لما ملقيش النساء ولا البنات وكل حاجة تثبت بكى داود بكى ولم تبقى له قوة على البكاء. عايز اقول لك النهاردة يمكن وانت قاعد قدام الشاشة بتسمعني بتبكي علشان امور سلبها وخدها العدو. الرب هيرد الامور. بتبكي انا يمكن الناس بيقولوا ستات هي اللي بتبكي لكن حتى الجبابرة بيبكي. بكى داود وبكى كمان يوسف حينما التقى بإخوته حنينا وبكى سيد الرجال. وعايز أقول لك وانت بتبكي النهاردة على أمر ضاع منك الرب هيرده لك. واسمع الوعد ده يقول في وقت المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنما. فصبحيتك جت النهاردة وإنصافك وصل من عند الحبيب وربنا هيرد كل ما أخذوا عماليق. اليوم يوم استرداد باسم الرب يسوع لكل ما أخذوا الشيطان من حياتك. فعايز أقول داود قال يعني سأل الرب ألحق بالغزاة ألحقهم. ففي الوقت دوا ألحقهم. وبعدين يقول الكتاب أن داود رد الجميع. مش رد الجميع بس لكن الآية عدد 20 وأخذ داود الغنم والبقر ساقوهم أمام تلك الماشية وقال هذه غنيمة داود. فعايز أقول لك النهاردة الرب هيخليك تسترد كل ما سلبه العدو. مش هتسترد بس كل ما سلبه العدو لكن وعليه غنايم كمان وعليه تعويضات كمان. ويبقى الزمن اللي جاي زمن تعويض غير عادي على حياتك. اسمع في آية خطيرة في سفر الأمثال أمثال 6 عدد 31 يقول إن وجد يرد سبعة أضعاف. يعني إن وجد يرد سبعة أضعاف. زمان لما كان في حرامي والحرامي يسرق ويمسكوه كان يرد اللي سرقه سبعة أضعاف. يعني كمال الكمال. لا فعايز أقول لك في تعويض كامل متكامل. لا لو الصحة ضاعت هترجع بصورة مضاعفة. لو ممتلكاتك ضاعت ترجع بصورة مضاعفة. لو الحالة الروحية فترت باسم الرب يسوع المسيح الرب يرد سبعة أضعاف النهاردة. وعوضا عن النحاس يجي الرب بالذهب مرة تاني لحياتك ويرد جميع ما سلبه العدو في الوقت اللي مضى. مين في كمان تعويض حضرتك قلت عليه استرداد اللي هو قلت رد النفس؟ نفسنا تدينا ملخص صغير في الحتة دي عشان نصلي مع بعض. آخر حاجة يرد النفس رقم ثلاثة. أول حاجة يرد الحضور الإلهي. تاني حاجة يرد الجميع. ثالث حاجة يرد النفس. مزمور 23 عدد 3 يقول كده يرد نفسي يهديني ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أنا بصدق في الوقت دوا إن ربنا هيرد نفوس ناس. يمكن النهاردة تكون مستعبد في الخطية مستعبد في الإدمان
مستعبد في المخدرات، مستعبد في أمور للنجاسة، لكن الرب هيرد نفسك. يمكن تكون زي الابن الضال، رحت للكورة البعيدة وبذرت مالك بعيشة مسرفة، وهناك زي الابن الضال لما صاع وضاع وصرف كل حاجة، لكن يقول رجع إلى نفسه والرب رد نفسه. بعدين راجع لأبوه، وهو راجع لأبوه يمكن راجع ثيابه مهلهلة، شعره مش محلوق، وجهه مليان بالكزرات، بس أول ما أبوه شافه هناك على نصية الشارع يقول إن أبوه ركض، ركض، وأول ما ركض قبله، وقع على عنقه وقبله وقال له يمكن الابن الضال، يا أبويا الذل مش بإيدي، الخطية بهدلتني، الخطية دمرتني، الخطية فضحتني. يقول له يا ابني أنت ترجع لبيت الآب وترجع لبيت أبوك النهاردة وربنا يسترك، ويقول طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته. ربنا عايز يرد نفسك النهاردة، ربنا أحشاؤه حنت إليك وعايز يردك مرة تاني وترجع تقول زي ما قالت صهيون، عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين، حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. تقدر تقول النهاردة أردد يا رب سبينا مثل السواقي في الجنوب. ربنا عايز يردك من حالة الخطية، يردك مرتين لطهرك، يردك لقداستك، يردك للعلاقة والشركة الأولى، وترجع بقلب جديد وتقول الأشياء العتيقة قد مضت والكل قد صار جديد. في اسم الرب يسوع، في اسم الرب، ربي ثبت كل كلمة، استرداد حقيقي من كل قيود شيطانية باسم الرب يسوع. أشكر رب جدا لأجل حلقة مميزة، أشكر رب لأجل حضوره، أشكرك جدا جناب الأسيس رفعت لأجل كل كلمة الرب أرسلها من خلالك لشعبه، ونصت كل كلمة ليها صدى وليها تأثير. شكرك جدا أخويا رضا المرنم الرائع لأجل كل تسبيح. أحباء المشاهدين أشكركم جدا لأجل الوقت اللي قضيناه معاكم، ونثق إن الرب سيصنع أمور واللي جاي أعظم في اسم الرب يسوع. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجكم يعود فيحيينا. نختم مع بعض الترنيمة مع خادم الرب أخويا الأخ رضا، والرب معكم. زمن التعويضات هو جاي، ما تنحينش يا نفسي، اوعى تخافي إلهك حي، اوعى أحزانه تنسي. أيوة زمن التعويضات هو جاي، ما تنحينش يا نفسي، اوعى تخافي إلهك حي، اوعى أحزانه تنسي. هيعوض عن السنين اللي أكلها الجارات، قومي يا نفسي وعلي الصوت قولي المجد عاد. هيعوض عن السنين اللي أكلها الجراد، قومي يا نفس وعلي الصوت قولي المجد عاد، قولي المجد عاد، قولي المجد عاد. هيعوض الروح اليأس برداء التسبيح، كل الرومة بجمال المسيح. هيعوض الروح اليأس برداء التسبيح، ويبدل كل الرومات بجمال المسيح. هيعوض عن السنين اللي أكلها الجارات، قومي يا نفس وعلي الصوت قولي المجد عاد. هيعوض عن السنين اللي أكلها الجارات، قومي يا نفس وعلي الصوت قولي المجد عاد، قولي المجد عاد، قولي المجد. وعد الرب لينا، وعد الرب يرد السب ويرد المسلوب، ولا نرجع للصبي مدى بقلوبنا المكتوب. وعد الرب يرد السب ويرد المسلوب، ولا نرجع للصبي مدى بقلوبنا المكتوب. هيعوض عن السنين اللي أكلها الجارات، قومي يا نفس وعلي الصوت قولي المجد عاد. هيعوض عن السنين اللي أكلها الجراد، قومي يا نفس وعلي الصوت قولي المجد عاد، قولي المجد عاد، قولي المجد عاد. مدام الرب أمر بالعز وساكن بين أغانينا، عرش الغلبة لا يوم يهتز دهن الفرح ملينا. مدام الرب أمر بالعز ساكن بين أغانينا، عرش الغلبة لا يوم يهتز دهن الفرح ملينا. هيعوض
ضعني السنين اللي أكلها الجاران. قومي يا نفس وعلي الصوت، قولي المجد عاد، قولي المجد عاد، قولي المجد عاد.